السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنتكلم لكم عليه على كما كتشوفوا معنا طواسيس بوندي. طواسيس بوندي اللي الطريقه ديالها سهله ما صعيبهاش، ممكن تركبها بلاصه اذا كان عندك البلاصه ديال الطواليط عاديه روميه عاديه، ممكن تركب بلاصه طواسيس بوندي. انتم غتشوفوا معايا كيفاش كتكون دايره. بالنسبه لهاد الماركه راه فيت صدرت لكم عليها واحد الفيديو، ماركه تركيه، يعني السيبورا ديالها زوينه، الكوفي ديالها مزيانه. هي السيبورا كتباع ستوندر، يعني اي لا مارك عندها نفس السيبورا كتبقى الكوفيت، يعني بلاصه ديال الطواليط هي اللي كتختلف. كل واحد شنو كيبغي الشكل ديالو، الديزاين كيفاش كيبغي، يا اما كبير روند ولا كاري ولا هادي. انا بالنسبه للسيبورا كما كتشوفوا هي هادي كتجي. انا غنفتح لكم دابا هاد الكرتونه ديالها وغتشوفوها وتشوفوا شنو كيجيو مع لي زاكسيسوار، باش تكون لكم فكره بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروها ولكن عندهم واحد التخوف منها. كما كتشوفوا راه كتعدي هنايا طواليط عاديه، ها هي كتعدي كوطرونيه هنايا، يعني ما كيحتاج والو، كيحتاج القادوس والروبيني ديالها، يعني الروبيني فين غيتبرونش على لاشاس ريزيرفوار، والقادوس ديال ليفاكياسيون فين غيمشي الماء الموسخ. بالنسبه للبرونشمون ديالها كما قلت لكم راه ساهله، انا غنفتحها معكم دابا غتشوف. انا مرقاتين كتجي مع هاد الشبكة هادي كتغلف بيها، هادي كتكون الدور ديالها تال لخر، هادي كتجي معنا هاد الكاج هدا، هدا هو لي كيحافظ عليك البوطونة نتاع لاشاص، وكيجيو مع هادي الاكسسوار. أنا غنفتح لكم كلشي غتشوفو. هادي هدا القادوس ديالها لي كيتبروشا في الطواليط في كيفيت، يعني هذا الفينيسيال كيركب هو لو فيكساسيون ديالو، يعني الكيفيت اللي كنكون كيفيت هي هذيك الكلاس ديال الطواليط. وهذا الكود ديال اللي كيركب في السيبورا، راه غنوريكم كلشي غتشوفو. حتى هذه كتجي كتكون الناس لاحظتو هنايا، واش غتبان لكم ولا ما غتبانلكمش، راه هي كتبان هنايا. هانتوما غتشوفو هنا التقبة ديالها اللي غتكون فيها ديال لاشاص، وهادي التقبة ديال القادوس ديال ليفاكياسيون، يعني كتحط في الزليج باش الزليجي باش كيبغي فينا كتجي سالو. هادي هي السيبورا ديالنا، كيما قلتلكم السيبورا كتكون ستوندار. مازال عندنا هادي نحيدو الكرتونة باش تشوفو مزيان، هادو هما دوك البوطون لي كيكونو تاع لاشاص، وباش نحلهم دابا باش منمشيوش يضيعو لنا، هي دوك البوطون لي كيكونو تاع لاشاص كتكون فيه 3 متر سيطو، هادي هي الكرتونة ديالو. هادو فيكساسيون كيكونو فيه مع الطواليط كيكونو هنا، أنا غنوريكم كلشي بالنسبة لأي حاجة الناس كتصلح. هذا هنا بالنسبه للناس اللي معمرهم مستعملوها ما كيعرفوش المقاسات ديالها وداكشي اللي كيستعملو كيشوفو الكاتالوج ديالها. هذا الكاتالوج ديال كيفيك، يعني هادي هاد البلاستيك هادي اللي قلتلكم هي هادي، هادي هي هادي هي هادي. هذا هو القادوس، هذا هو القادوس اللي كيجي هنايا، يعني كيتكفر بصير وكنقطعو فيه العظام اللي بغينا. هذا راه غير ديكسيون، هذا كيكون كيتخشى فيه الفم كبير صغير، هذا كيتخشى هنا كيكون اما فين كيكون قادوس كبير، يعني 110 كنديرو هذا في القادوس 110 كنركبو هذا، و الا كان ديال 100 كنخشي هذا ديريكت. هادو ديال الطواليط كما كتشوفو، هادو هما كيبقاو خارجين لنا في الحيط، واحد يكون بجوج، كيكون واحد ولا اخر فوسط النهار كاينين جوج، كاين الصغير والكبير. ها هو كتشوف هادو هما، هادو هما هادو هنايا، هذا الشيء اللي كاين، ماشي شي حاجة. وكنعطيوك انا المقاسات ديالها كيفاش خاصها تكون، كل حاجة ديالها هي، كلشي كاين، كلشي واضح.
بالنسبه للطواليت راه كتهز حتى الرجلات هذوك كيتهز راه غنوريها لكم هكذا كتهزها شحال ما بغيتي. هو كان يستحسن انكم تمشيو على عبارة ديال لي مون باش ما تبقاوش عندكم داك الشيء عالي ولا حاجه. خليكم معايا غنوريكم دابا الطريقه كيفاش ركبنا. انتوما كما كتشوفوا معايا هي ديال الطواليت حنا ركبنا في واحد الحمام اخر نفس الطواليت يعني نفس الكادر غيكون هنا كما شفتوا معايا في الفيديو. هذه هي السيبوره كما كتشوفوا هي راكبه هي فيكسيه هنايا فيكساسيون في الارض وفيكساسيون في الحيط. هاد الفيكساسيون ممكن ديرهم اما جنب اما من تحت اما من الفوق يعني في ما بغيتي. هاد الحيط هذا باقي غير ركب هنا غيطلع الياجور حتى الفوق باش كتغلف كامله. رفيت هضرت في واحد الفيديو قبل من هذا على الطريقه ديال التركاب ديالها كما كتشوفوا راكبه. هادوك هما القواس اللي قلت لكم هادو غير بوشونات باش ما كطيح لنا في حتى حاجه. هادو اللي تيجي فين كتلصق الكيفيت ديال الطواليت يعني خصهم يكونوا راكبين والعبار ديالهم 10 سنتيم باش يكونوا خارجين. هذا هو القادوس ديالها كما كتشوفوا هو راكب مبرونشي. هذه هي اللي قلت لكم هنا كيقولوا لنا ما تفوتوناش هنا يعني ما يكونش الزليج واصل حتى لهاد البلاصه هذه فين حتى لهاد البلاصه هذه يعني الزليج يكون من هنا لهنايا. وهذه بلاصه البرونشمون ديال المدينه انا كنبرونشيها بالبي بي ار كنخدم برونشيها بي بي ار حتى تكون كاستري يعني باش ما يوقع لنا شي مشكل. ها هي البرونشمون ديالها غندوزها من هنايا بعدا نجيب لها الجعبه ديالها. هذا صافي اليميني ما يبقاش خدام. هذا هو التركاب ديال الطواليت سبوندي. اي تساؤل خليوه لنا في التعاليق ان شاء الله ونجاوبكم عليه. اي استفسار مرحبا. ما تنساوش كما كنقولوا دائما تشتركوا معنا باش توصلوا دائما بكل جديد. تحياتي ومع السلامه.